من ضمن الأسئلة المعلومات العامة اللي بتتسأل في البنوك اللي لازم تخلي بالك منها، وهي مجموعة ممكن تجد فيها بعضها وممكن تجد فيها غير بعضها. محافظ البنك المركزي ده طبعا بيختلف من وقت لآخر، اعمل سيرش عليه علشان قبل ما تروح يكون متأكد منه. رئيس البورصة الحالية لازم برضك تتأكد من المعلومة دي قبل ما تروح الانترفيو، ومش هقول لكم طبعا معلومات لكن عشان تبقى بالنسبه لكم واضحه. مؤشر البورصه المصريه اي جي اكس 30، ودي من ضمن مؤشرات البورصه المصريه. اتفاقيه الجات كانت سنه كام؟ كانت سنه عام 1947. عدد الدول المشتركه فيها 28 دوله. اكبر بنكين حكوميين هو البنك الاهلي وبنك مصر. شركه سي اي ال تعمل في مجال التامين وهي تبع بنك السي اي بي. يا ترى بنك بلوم ده تبع دوله ايه؟ ده تبع دوله لبنان. بنك بريس هو بنك يوناني. عدد الوزارات المصرية هو 34 وزارة. بنك بي ان بي باريبيا، معلش انا اسف على النطق، وي ان اس جي بي هو تابع لدولة فرنسا. عملة الكويت وليبيا وتونس والجزائر هي الدينار، ولازم برضه تعمل سيرش لو في اي دولة اخرى. بنك عودة ترجع ملكيته الى دولة لبنان. رئيس الوزراء الحالي ده طبعا بتعمل سيرش عليه. الدولة اللي تقع في اسيا واوروبا هي دولة تركيا. منظمة البترول هي الاوبك، وهي منظمة عالمية. منظمة البترول العربية هي الأوبك، وهي الأو أي بي إي سي. خلي بالكم الأوبك أو بي إي سي فقط. عدد الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم 5 دول. الوزارة الجديدة طبعا تعمل سيرش لو في وزارة جديدة استحدثت، ولكن ده كانت وزارة الضمان الاجتماعي. عملة الهند هي عملة الروبي. الذي اشترى عمر أفندي ومامين هي شركة أنوال، وهي شركة سعودية. تم تأميم قناة السويس امتى؟ فتقول له عام 1956. أطول نهر في العالم هو نهر النيل، النهر بتاعنا. أعمق نهر في العالم هو نهر الأمازون. وزير المالية مين؟ تعمل طبعا سيرش قبلها. الاتفاقية التي أطرفها مصر وأمريكا وإسرائيل هي اتفاقية الكويز، اتفاقية الجاد. واحد يقول اتفاقية كامب ديفيد، اتفاقية الكويز ما تفضحناش. اتفاقية الجاد للمنسوجات المصرية عام 2005. الذي نظم أولمبياد 2012 لندن طبعا إنجلترا، كأس العالم 2014 البرازيل، وهكذا قطر، وشوف بقى كأس العالم بقى لاحقا. بنك الاستثمار القومي هو البنك الذي يمول استثمارات الشركات المصرية. لو قال لك ده بيعمل ايه؟ الشركة التي حاولت الاستحواذ على شركة اورنج فرانت تيليكوم اللي هي اوريدي شركة اورنج. البنك المصري الذي استحوذ عليه سان باولو هو بنك اسكندرية. الدولة التي ستنظم كأس العالم في سنة كذا فابحث عنها. البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن سياسات البنوك وإصدار النقود. البنوك الحكومية المدمجة مؤخرا تشوف تعمل سيرش عليها، لو في بنك تم الاستحواذ عليه او كده تعمل سيرش على البنوك دي، اعمل في مواقع البنوك او اعمل الاستحواذ على بنك واكتب مصر، هتلاقي الاخبار كتيره جات لك على جوجل. عملة الصين هي اليوان، اليابان هي الين، الكوريا هي الوان. اول دولة مخترعة للورق هي الصين، عاصمة الهند نيودلهي. برضك تشوف عواصم الدول العربية مهمة جدا، خاصة السعودية الامارات، عارفين الحاجات دي. نتيجة من اشترى بنك اسكندرية سان باولو، البنك المسؤول عن تمويل المشروعات الاستثمارية، بنك الاستثمار القومي. رئيس الرقابة المالية اعمل سيرش، رئيس بنك مصر اعمل سيرش قبلها، رئيس الصندوق الدولي اعمل سيرش. تأسس بنك مصر سنة كام؟ سنة 1920 عدد طلعت حرب. ممكن برضك رؤساء بعض الدول. عدد محافظات مصر طبعا 28 محافظة، ودي من الأسئلة المعلومات الهامة اللي لازم تخلي بالك منها كويس قوي، لربما في بعض الأماكن كانت موجودة. وربنا يوفقك ويكتب لكم الخير.